من عندك طرحت في أكثر من مكان وفي أكثر من مقال أن التلبس الجان بالإنس هو خدعة واستغفال للناس، كيف تشرح رأيك؟ أولاً أود أشرح الحقيقة لماذا أنا دخلت في هذا الموضوع. هذا هو السبب، لأني أنا أعرف الثقافة الكبيرة والمتوارثة، ليس ثقافة العرب وإنما ثقافة الأمم نعم، في السحر والشعوذة وما إلى ذلك، فهي ثقافة جمة وفيها نصوص كثيرة. لكن حادثة حدثت منذ يمكن 20 عام، نعم، وأنا كنت غافل عن الموضوع، هزتني وجدانيا. جميل. وهو أن هناك شخص ضعيف أسود فقير، نعم، تلبس به الجن أو لبس الجن وحكم عليه وقتل. هذا في السعودية هنا. نعم، في السعودية، نعم، في حوطة بني تميم. نعم. وقام القاضي الذي حكم هذا الحكم بعد أن قتل الرجل. نعم. وأنا أود لو تعرض صورته للمشاهدين. طيب. بهذه الورقة. أيوة. رجل فقير جاوز 80 سنة من نفسه، كفيف البصر. نعم. اسمه عهاد عطيف. نعم. فلما قضي عليه وقتل خرج القاضي الذي حكم بالقتل واسمه عبد العزيز بن حمير أو بن حمير، نعم، وأخبر أنه حكم على هذا الإنسان وقتله لأن 12 جنيا جاءوا إليه في المحكمة وشهدوا على هذا الرجل. هذه قصة حقيقية دكتور؟ أنا لا، 12 جني فعلا شهدوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ لك؟ لا لا مصدقين. لا لا، خذ الورق. طيب حطه. لا لا، حط للمشاهدين. لا حط للمشاهدين. ايوه نعم، انظروا. هذا هو، تفضل انظروا. ايوه تفضل كمل. طيب. يا دكتور، نعم، هذا الورق الذي نتلبس. هذا الجانب، نعم، الحقيقة، نعم، اثارني وجدانية مما جعلني يعني هدر دم مسلم بهذا، نعم، الشكل بشهادة الجن. وبشهادة الجن، نعم، وان الجن يضبطون في، نعم، في المحكمة وتضبط اسماءهم وأسماؤهم وما إلى ذلك. فكتبت اعتراض شديد بشخصي، مجرد اعتراض، نعم، وقدمته للمرحوم الأمير نايف في وزير الداخلية، وقدمته لوزيرة العدل اللي هو الآن رئيس مجلس الشورى، نعم، وقدمته أيضا لرئيس مجلس القضاء اللي هو كان ابن الحيدان، نعم، والخطاب معي الآن ووزع في ذلك الوقت وانتشر كثيرا. ضربت مثلا على أن هذه القضية لها إرث تاريخي طويل، وأن الجن بهذه الطريقة وبأن يصل الأمر إلى قتل الناس وهدر الدماء وسفك ما حرم الله دون دليل وإنما بأوهام قاض مال إلى الجن، ومحكمة أيضا لأول مرة في التاريخ تسجل شهادة جنون في شهادة جن، جنون 12، ما هو، نعم، واحد، ما مجموعة من الجن، مجموعة من الجن وتضبط في المحكمة الشرعية. نعم، 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 يعني هذه الحقيقة شيء ما هو سد. كيف عرفوا اسماء الجن؟ معهم هويات وطنية؟ اي معهم الظاهر قالوها. اقراها لك وش يقول. يقول واحد كتاب الضبط وهو زيد المنحوف. المنحوف هذا زيد المنحوف. اي نعم. أيوه. وقد سمع بعض كلام الجن وهو الذي اقنعني بالمقابلة. هذا كلام القاضي. نعم. والعقل لا يحيل ما ذكرناه، وبناء على بلاغ الجن جرى فتح بيت المشعوذة ووجدنا ما أخبر به الجن حقا إلى آخره. قضية تكلم فيها القاضي. القضية ليست نعم ما هلوسة القاضي، القضية الدم الذي ذهب. نعم نعم، وهذا اللي حفزتك للبحث. أين؟ وهذا الأسوأ من ذلك أنه في يوم، اليوم الثاني، إحدى الصحف ظنها عكاظ، نعم، نشرت أولاد المقتول أطفال عراة أو شبع عراة حافين لا يزيد عمر أكبرهم عن 6 سنوات أو 7 سنوات، ويقولون له ما شعورك عندما قتل أبوك الساحر. نعم. فطبعا هذه جعلتني أقول القضية لم تعد مجرد تراث أن أقرأه، القضية وصلت إلى وصلت إلى، نعم، يعني صعبة، قصاص ناس وقتلنا. نعم، قصاص ناس. فبدأت يعني بدأ خطابي للمسؤولين في ذلك الوقت، وبعدها يعني طلب مني أن أتحدث الموضوع. يعني طبعاً تعرف كما قلت لك في البداية، الاعتقاد بالجن وبهذه الثقافة قديم جداً، نعم، ما هو يعني اليوم، وما سوف يتحدث به الشيخ وأمثاله أنا طالع مطلع عليه من الأحاديث ومن النصوص ومن غيرها كلها عارفة.
ولكنها لا تثبت أمام التمحيص الصحيح. حتى الذين يحرفون القرآن أو يعطون بعض الدلالات من القرآن عندي عليها دليل من اللغة ومن القرآن ومن غيرها، لا يثبت لا شرعا ولا علما أن الجن يدخل في الإنسان. يعني أنت تنكر تماما؟ أنا أنكر أن يدخل في الإنسان، أن يدخل في الإنسان. الجن ما أنكر ولا حد ينكر. إنما التلبس اللي يسمونه التلبس هذا لا يحدث. يعني أنه ينطق بلسانه ويتكلم، هذه كلها من سوالف ثقافية، سوالف عجز. أنا ما أقول، أنا أقول هذه من موروث ثقافي كبير جدا قبل، يعني تعرف قبل الإسلام، قبل الإسلام طبعا. عند العرب وعند الأمم السابقة، وهذه كانت أيضا، كان الذين يرقعون الجن ويتعاملون معهم والسحر كانوا هم العلماء، علماء يعني بمعنى الدين. عند الأشوريين، عند الفراعنة، عند والحضارات تتابعت على هذا المفهوم. وحتى الحضارة العربية في الجاهلية، وبعد ذلك في الإسلام زاد زادت الحكاية فيه. ثم هذا الموضوع لست أنا الذي بدأ به، أكثر علماء المسلمين يرون غير ذلك. الشيخ الطنطاوي من ضمنهم، الشيخ الطنطاوي وقبل قبل الطنطاوي. لكن ما ذكرتموه في التعليق من أن لا ينكر ذلك، والسلف وأهل السنة والجماعة، يعني من أهل السنة؟ الطنطاوي من أهل السنة والجماعة، وابن حزم من أهل السنة والجماعة، وعدد كبير من أهل السنة والجماعة هو أنكروا ذلك واعترضوا عليه. ولا أدق عصاك أنا ساكت. طيب.